الدوري في 100 عمر. ان شاء الله. رجعنا لكم مع الفقره الفنيه ومناقشه منافسه نادي الزمالك القادم غدا باذن الله امام نادي الاسماعيلي، نادي مدينتي الحبيبه اللي دايما بتمنى له كل خير. معاكم المباراه باذن الله، لكن طبعا يعني ما تزعلوش مني، انا لكن فكره ان الحرج عطى ومفوز، خليني انا اخش انا احسن، لان الموضوع يعني ايه. تمام، هو المباراه دايما كده لما تروح الاسماعيلي ممكن تقول ايه، يعني التعادل مش وحش، حاجات زي كده، بس في ظروف مباريات بكره لا، الزمالك لازم ينزل يلعب على المكسب. للظروف الزمالك نفسه في وضع المنافسه، انت خسرت 3 نقط من المنافس، فبدات تبقى ماينس 3 عنه، في نفس الوقت عايز تعوض، في نفس الوقت الظروف الحاليه مع كل احترام النادي الاسماعيلي، لا انا لازم انزل العب على المكسب منطق. لان ظروف الاسماعيلي بادئ يعتبر اصعب بدايه ليه على مر التاريخ، من 3 مباريات زيرو زير بوينت، اضعف هجوم في الدوري مع المشاركه مع كذا فريق، هسجل هدف واحد، تاني اضعف دفاع في الدوري بعد الاتحاد، يعني الاسماعيلي تلقى شباكه 7 اهداف في 3 مباريات، الاتحاد تلقى 9 اهداف، ده مش دليل ان الاسماعيلي الصوت سهل، لان الاسماعيلي بكره باداره جديده بمدرب جديد باول مباراه يلعبها في الاسماعيليه، المدينه الحبيبه لينا كلنا مش ليك انت بس، يعني كل جماهير الزمالك بتحب مدينه الاسماعيليه، اكيد هتدي الاسماعيلي دوافع، الاسماعيلي بيزيد 50% وهو بيلعب على ارضه طبعا، لان هو جمهور وافي جدا بيشجع بحماس وبقوه، كل دي عوامل هتصعب المباراه، ولكن مهما كانت صعوبه المباراه الزمالك لازم ينزل يلعب علشان الفوز. وناقشت انت موضوع اسماعيليه قبل كده انه فعلا طبعا بيزود صعوبه المباراه طبعا، لكن كمان بالحديث بقى عن موضوع المدرب الجديد لازم تبقى واضحه جدا الدنيا معانا يا جماعه، واحنا بنشرح الفريق او بعض النقاط حوالين الاسماعيلي دايما بتبقى عامل حسابك ان ده مدرب جديد، ممكن حاجات كتيره تختلف، لكن حاولنا قدر الامكان نلقي الضوء على حاجات مش متوقع تتغير قوي، وهو لان اولا مدرب سريع يعني مش هيغير اسلوب لعب متوقع، كمان عشان نحاول نتكلم اخطاء فرديه اكتر منها جماعيه، اخطاء فرديه لان التكتيك ممكن يختلف بس ممكن كواليتي اللعيبه نفسه يختلف. بالظبط، محضر لنا اعتقد اول نقطه اول ملاحظه كده عندك على الاسماعيلي كده، او اول نقطه اعتقد في الاسماعيلي ان هو بيعاني مع الكرات المرتده، دايما الهجمات المرتده في مساحات دايما، يعني حتى او لو انت لسه عندك مشروع مرتده من الاسماعيلي هتلاقي عندك بعد ما زي ما هنشوف في اللقطات هتلاقي الكره لو اتقطعت في اللحظه دي بيكون في مساحات كتيره، يعني في الفريق دفاعات مطالب الفريق بالنقل السريع للكره، يعني طبعا الكره تتنقل على طول لان بيستفاد. ورينا نشوف يعني كده، هنا مثلا الاسماعيلي بيخرج بالكوره تمام، ده مباراه البنك الاهلي الاسماعيلي خسرها بالظبط، فاتقطعت الكوره، بص بقى المساحات اللي هتلاقي في ظهر الفريق في مساحات كتيره جدا، لا وفي هنا بص ثلاثه هنا كمان هنا ده مش تمام. قطع ومحمد مخلوف سايبه تماما ووصل لغايه منطقه الجزاء تمام، وده وتسجل منها الهدف محمد مخلوف اللي هو كان واقف ماشي جنبه بالظبط. لقطه ثانيه برضو هنا الاسماعيلي، وان كان دي مفهوم شويه، وان كان بالمناسبه شونجا ملاعب الاسماعيلي الجديد ما كانش موفق خالص في البدايات، لكن هنا دي ممكن مقبول شويه، ليه؟ لان الكره دي كانت في دقيقه 87، بس برضو ما فيش حرص دفاعي خالص في وقت الهجمات المرتده، لما الفريق قدام ما عندوش تكتيك ازاي يوقف الهجمه المرتده بسرعه. امام الاهلي دي ما فيش حجه بقى، لانه كان في عندك ثلاثي وسط، ثلاثي هجومي، ومع ذلك ما قدروش يوقفوا المساحات اللي شفناها في دفاع الفريق، بمجرد كره طويله خلاص بقى عندك مساحات كبيره جدا طبعا، واحد على واحد خلاص كده، ده موقف وتعامل بهاء مجدي كان سيء، قصدي بهاء كان سيء جدا، باهر سوري، باهر محمدي كان سيء جدا مع الكوره. هنشوف برضو هنا برضو كنت بقول لك لسه مشروع هجمه مرتده اسماعيلي اتقلبت هجمه مرتده من الاهلي او مساحات بجولين على طول بالظبط، مفيش اي تخطيط ازاي ان انا لو كره اتقطعت مني يبقى المرتد بتاعي ان انا ازاي او المرتد اللي عليا ازاي اقاومه بشكل واضح.